وصلت وبعد طول انتظار الباخرة النفطية جلوبال لميناء المقلاء محملة بوقود المازوت لتشغيل محطات إنتاج الطاقة. لكن الكمية التي تحملها وهي قرابة 4000 طن لا تكفي سوى لفترة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أيام فقط، مقارنة بحجم الاحتياج اليومي من الوقود لتشغيل محطتي باجرش والريان المركزية. الوقود المحتاجة فعليا الآن في المحطة حوالي ما يقارب 500,000 لتر في اليوم الواحد، حتى محطات الديزل وفي محطات المازوت اللي هي محطة باجرش ومحطة الريان. نحن بحاجة إلى 528,000 لتر يوميا، فنضطر إلى عمل برنامج الطفي. برامج الطفي يسحبوا مشاكل فنية خارج عن إرادتنا. الحكومة في عدن كانت قد تعهدت وفي أكثر من مرة بأن تتولى مهمة توفير محروقات الكهرباء. مؤخرا اقتصرت تعهداتها فقط على المازوت دون الديزل، لكن حتى هذه لا زالت إلى الآن مجرد وعود كحال سابقاتها. واجهنا استجابة في هذا الأمور واعتمادات وتوجيهات، لكن في بعض أمور التنفيذ احنا لم نقتنع فيها حقيقة. فيما يخص المحروقات الكهرباء، آلية الدفع تكون بشكل بطيء مما ينفر التجار عدم يجيبوا مازوت. حاليا احنا نعاني من هذا الشيء. شركة النفط بالمكلا وجدت نفسها عالقة وفي عمق أزمة وقود الكهرباء بعد أن تجاوزت مديونيتها حتى أواخر العام الماضي 80 مليار ريال. منذ بداية أشهر الصيف والتي تبدأ بشهر مايو حسب نظام شركة النفط، صرفت شركة النفط ما يقارب 5 مليار ريال على مادة الديزل فقط التي تشتريه بسعر نقدي، وما يقارب 5 مليون دولار لازالت مديونية للتجار لمادة المازوت، هذا خلال الأشهر الصيف فقط. هذه مبالغ باهظة جدا لا تستطيع أن تتحملها شركة النفط أو محافظة حضرموت. وكانت السلطات المحلية بالمحافظة قد أعلنت مؤخرا عجزها عن دفع تكاليف إنتاج الطاقة والتي قدرتها شهريا بأكثر من 17 مليون دولار. محمد بيزيدي، لقناة بلقيس، المكلا.